جوابا على بعض أسئلتهم. جاء في الكلام أن قال عليه السلام: أسأل الله أن يوفقكم ويسدد خطاكم ويجعل لكم من أمركم يسرا، جزاكم الله خيرا يا نجباء مصر، أن نصرتم الحق في زمن عز فيه من ينصرون الحق. وقال أيضا سلام الله عليه: منبر مصر ليس شخصا واحدا، بل إن شاء الله يكون منبر مصر الإعلامي بعملكم وبكم جميعا اليوم وغدا. مشاهدينا مساء الخير، كل عام وأنتم بخير. موضوع السنة والشيعة في مصر، مخاوف من أنه يعني ما هي حدود حرية الاعتقاد، في مخاوف أنه يبقى في انقسام طائفي في مصر أو استغلال للمخاوف الطائفية. قضية السنة والشيعة تتجدد كثيرا، في الأسبوع الماضي كمان كان في بعض القضايا المتعلقة بسب الصحابة، هنناقش كل هذه القضايا بعد قليل. لكن هبدأ بواقعة في تونس. أحد النواب في المجلس التأسيسي للدستور قام برفع مطوى في وجه أحد النواب. تعالوا نشوف المشهد. الحقيقة في مخاوف أنه حتى استخدام العنف داخل المجالس النيابية ولجوء بعض النواب لأساليب بلطجة، نائب في المجلس التأسيسي لصياغة الدستور وهو مجلس نيابي أيضا ونائب منتخب يقوم بإشهار مطواه في وجه أحد النواب. تعالوا نشوف المشهد. مش معقول سي إبراهيم، مش معقول. تفضل سي إبراهيم اقعد. سي إبراهيم تقعد ولا تغادر القاعة؟ سي إبراهيم القصاص تجلس أم تغادر القاعة؟ ترفع سي إبراهيم القصاص من فضلك، من فضلك، من فضلك. ما هذه الفوضى؟ جلسة. ترفع الجلسة، ترفع الجلسة ترفع الجلسة لعشر دقائق. يعني مشهد يثير جدلا في تونس، لأنه أعتقد أن هناك من يشوه ثورات الربيع العربي بتحويل مجالس نيابية للشكل اللي أنتم شايفينه. يعني لما يقوم أحد النواب وهو الأستاذ إبراهيم القصاص في تونس بإشهار مطوى في وجه زميل له، مشهد الحقيقة يعني لا يمكن أبدا أن نتوقعه بعد ثورات الربيع العربي. وأعتقد أنه المشهد لا يثير جدلا فقط في تونس، ولكن كمان بعض هذه المشاهد نجدها في مصر. يعني بعض الصفوة والمثقفين والنخبة ينتقلون من العنف اللفظي أحيانا إلى العنف الجسدي. هذه المشاهد يجب أن تختفي، وهدفها هو تشويه ثورات الربيع العربي. مناقشتنا اليوم تتعلق بالشيعة المهدوية، شيعة مهدوية في مصر. ما هي الشيعة المهدوية؟ ما هي حقيقة إنشاء أول مدرسة شيعية في مصر؟ أعتقد أنه ده مناقشة هتتحول إلى مناقشات متنوعة ومختلفة. معايا داخل الاستوديو استاذ شوقي احمد، وهو من احد انصار الشيعة المهدوية. استاذ شوقي اهلا بك. اهلا. دكتور محمد عطية، وهو من الشيعة المهدوية ايضا، احد انصار الامام المهدي وفقا للتعريف الذي طلبته. اهلا بك دكتور محمد. اهلا بك استاذ وائل. معايا استاذ وليد اسماعيل، عضو ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحب والآل، هو باحث اسلامي. اهلا بك. اهلا بك استاذ. استاذ علاء السعيد باحث اسلامي. استاذ علاء اهلا بك. اهلا وسهلا. في البداية أستاذ شوقي، الشيعة المهدوية، يعني هنا البعض بس بيتخوف من أنه المجتمع في مصر يتم تصنيفه، وفي مخاوف من أنه
تحدث مشاكل طائفية، وأن مصر لا يمكن أن تنقسم إلى هذه التصنيفات الطائفية. لكن ما هي الشيعة المهدوية أولا؟ وحنتكلم بعد كده عن المخاوف الطائفية، تقسيم المجتمع بهذا الشكل الطائفي اللي تحول حتى إلى بلاغات عديدة، وكان في يعني في النيابة وفي المحاكم في الأسبوعين الماضيين تحديدا عدة قضايا تتعلق بالشيعة. أولا يعني إيه الشيعة المهدوية؟ اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا. كل الفرق الإسلامية بتعتقد بأن هناك مهدي يظهر في آخر الزمان فيملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجوعا، بل مش في الفرق الإسلامية وحدها، ولكن الأديان الأخرى أيضا تؤمن بأن هناك منقذ يأتي في آخر الزمان وينقذ البشرية مما آل إليه حالها من التردي والانهيار والظلم والدماء وإلى آخره. نحن عرفنا أن الإمام المهدي الذي بشرنا به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ظهر الآن وموجود ويدعو الناس للانضواء تحت لوائه لكي ومعاونته. ظهر الآن. ما هي ملامح هذا الظهور؟ هو يعني إيه اللي خلينا أقول إن الإمام المهدي ظهر الآن؟ حجج الله سبحانه وتعالى من لدن آدم حتى محمد، حتى الإمام أحمد الحسن عليه السلام أعطانا الله سبحانه وتعالى طريقة لنعرفهم بها، فالطريقة التي ثبتت بها حجية الأنبياء والرسل جميعا انطبقت على الإمام أحمد الحسن عليه السلام، وهي تتلخص في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الوصية ثم أنه أعلم الناس ثم أنه يرفع راية حاكمية الله. ثلاث أمور: يأتي بالوصية، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يأتي بها إلا صاحبها، ورغم أنها موجودة من آلاف السنين إلا أنه هو الذي أشار إليها ولفت أنظارنا يعني إليها. شايف أن أحمد الحسن هو المهدي المنتظر الذي ظهر يعني. نعم، وهو أعلم أهل الأرض يعني، هو يكفي تحدي. كان من إيمة سنة بالضبط أستاذنا ده كان بيقول ان هو ابن الامام المهدي، فات عليه سنة بقى هو الامام المهدي ازاي يعني؟ مسموح بالمقاطعة لا سؤال، لو ازاي لو انت يعني من سنة كنت بتقول ابن الامام المهدي دلوقتي بتقول الامام المهدي ازاي؟ يعني انت بتقول ان الامام المهدي الذي سيأتي لتخليص الامة من الفساد امام اخر زمان ظهر وحددته شخصيا في شخص هو السيد احمد الحسن عليه السلام. نعم. طب لحظة استاذ وائل لو تكرمت، اتفضل. المشهد اللي انت ازحته في تونس، هذا المشهد دليل قوي على ما نحن ندعوكم اليه. بس عشان ما انساهوش انا هجاوبك السؤال بس لو سمحت قبل تونس. اولا هو حضرته ما شكتفه بس السؤال، هو من سنه كان بيقول ان ده ابن الامام المهدي، دلوقتي كلامه غيره بقى الامام المهدي ازاي؟ سؤال منطقي. طب هو يجاوب. نعم كلامي بس يعني مجرد التفهيم يا استاذ شوقي، حضرتك بس عايز تفهم بس. الحجج الالهيه الذين نص عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصيته، لو سمحت انا دلوقتي سؤال واحد، 24 حجه الهيه، لو سمحت انا سؤال واحد محمد، ما انت كمل كلامه بس انا عايز. هو كان من سنه بيقول ان ده ابن الامام المهدي، دلوقتي بقى الامام المهدي ازاي؟ الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري هو الامام المهدي الاب، واحمد الحسن عليه السلام هو المهدي الذي يظهر في آخر الزمان وبمجيئه يعني يستدير الفلك. يستدير الفلك بس معلش فيه بالراحة بس زي كل مصري دلوقتي، هو ده الإمام المنتظر بتاعنا ولا في إمام تاني جاي؟ أنا لما بينت لك أخي الكريم، بس خليك خلينا واحد. نعم هذا هو الإمام المهدي يعني، في إمام تاني جاي يعني، في إمام تاني جاي الذي بمجيئه يتم استدارة الفلك ويتم قيام دولة العدل الإلهي. أنت حضرتك عالم، كل اللي بيسمعه عوام، يعني إيه ابن المهدي؟ يعني ده المهدي اللي هيجي في آخر الزمان، في مهدي تاني هيجي في آخر الزمان؟ عندنا الإمام هو ده اللي المهدي الأب. طب إزاي ابنه وبعدين يبقى هو الإمام المهدي؟ ولسه أنت بتقول هو يسألك يا أستاذ محمد لو سمحت بس عشان خليني بس أنت، هو بيقول إن أنت في من سنة قلت إنه الشيخ أحمد الحسن هو ابن الإمام المهدي، الآن تقول بل هو الإمام المهدي. هو الإمام المهدي محمد بن الحسن العسكري الذي يعرفه أخونا جيدا، هذا ابنه الخامس
ابنه الخامس. يعني هو وهو الذي علمه واعطاه الله خلاص يبقى كده كده عندنا الامام اثنين يبقى واحد هيظهر دلوقتي اللي انتم بتقولوا عليه واحد هيظهر في اخر الزمان ولا هو واحد بس ظهروا الاثنين ظهروا هو ده الذي يلي امره نعم السيد محمد احمد الحسن طب هو الذي قابل عشان فاهم ظهر واحده واحده عشان اجاوبك يا استاذ وائل لو تعطونا فرصه ما هو بيتحدث حضرتك خدت الكلام بس ما انا هاجي ليك اعطونا فرصه تو محمد بين عقيدتنا ومذهبنا وحقيقتنا للجمهور عشان الاخوه بس حضرتك العقيده دي محتاجه سنين تبينها انا ليا اسئله واضحه انا مش شايف فيها مشكله دكتور محمد حضرتك ذكرت اسم محمد ابن حسن العسكري هو وذكرته مخالفه لكتب الشيعة اجمعين لان صاحب هذا الامر لا يسميه باسمه الا كافر حضرتك اسميته باسمه خالفت كل الشيعة يعني الآن أستاذ وائل يعني فين العقيدة يا أستاذ محمد طيب خلونا بس عشان بس أنا كمان بخاطب يا جماعة مشاهد لأن أنا كمان موضوعي لسه أنا شفت في أول مدرسة شيعية للشيعة المهدوية ولسه بس أول ما نجهز التقرير هنشوفها جاهز يعني أنا مش عايز أبعد شوية عن الموضوع أنت بتقول أنه إمام آخر الزمان ظهر نعم هو متمثلا في الشيخ أحمد الحسن أحمد الحسن هو المذكور عند كتبكم من أين أعطيته من أين أعطيته الذي يظهر في آخر الزمان ويولد في آخر الزمان ويملأ الأرض قسطا إزاي أحمد الحسن يبقى محمد الحسن مش هو طيب. مش هو ده غير ده يعني كده اثنين الاثنين ظهروا ايوه أيوة. وبعدين الاثنين بيبقوا واحد النصوص زي ما الأستاذ بيقول لك الشيعة كلهم يعرفوا أن آخر الزمان مين هو الاثنين إمام الإمام الغائب مين محمد بن الحسن العسكري كل الشيعة يعرفه حضرتك جبت نص دلوقتي ان اللي يذكر اسمه يبقى كافر مش هو ده في كتب حضرتك ده واحد تاني يعني اثنين ولا واحد الكلام ده لان الكل يعرف احنا عايزين نعرف اثنين ولا بس انا يا جماعه بس يعني ازاي كل الشيعة يؤمنوا بمحمد بن الحسن العسكري انه الامام الثاني عشر يعني خلفت يبقى ازاي خلفنا حضرتك اللي بتقول دلوقتي اللي بتقوله ده كتب حضرتك اللي بتقول حضرتك بتقول يعني ايه معنى الكلام ده ان في واحد معروف باسمه وفي واحد طيب. بيخلونا خلينا بس هنا بنوضع حضرتك النقطه دي استاذ شوقي بس عشان تكون وضحت عندك انا مش بعمل مناقشه متخصصه عميقه والا يعني هنحتاج اجابه سؤال بس خليني بس انا خليني في المشهد الذي استفزني انه تبقى فيه مدرسة شيعية في مصر البعض هيقول انه ده هيثير انقسامات طائفية في مصر لانه لما اثير موضوع الحسينيات يعني البعض قال هل هذه حرية اعتقاد ولا انها يمكن ان تؤدي الى اشعال الفتن الطائفية وتمزيق اوصال المجتمع لما يبقى كمان في مدرسة شيعية تنشئها لازم ادق ناقوس الخطر هل ده تقسيمات طائفية في مصر ودخلت على المدارس والبعض هيتخوف يعني خلينا نشوف الأول مشاهد أول مدرسة شيعية في مصر وبعدين وانا افكر يعني على طريق الانترنت
الله.